اقرأ ورتل في رياض الجنة واسعد وغذ الروح بالسبع المثان ولسوف ترقى كي ترى الحلم الذي يسمو به الإنسان في أعلى الجنان فوز يسوق إليك كل محبتي يا حافظ القرآن إن الوقت آن اقرأ ورتل اقرأ ورتل حان وقت الامتحان حان وقت الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين والمستمعين، عليكم بالقرآن، تعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى بالقرآن واعظا لمن عقل، نور يشع موجها لسلوكنا، هو أقوم يهدي إلى الخيرات. أبتي عليك أمانة من ربنا، اجعل من القرآن كل حياتي. فلشحذ الهمم للوصول إلى القمم، قامت وزارة الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية برعاية المسابقة القرآنية الرمضانية اقرأ ورتل. مشاهدين ومستمعين الكرام، بعد أن انتهينا من المرحلة الأولى نشرع في المرحلة الثانية، وقبل أن نبتدئ بفعاليات المسابقة نرحب بلجنة التحكيم، نرحب بالشيخ الدكتور محمد منصر اليافعي عضو مشيخة الإقراء ورئيس لجنة التحكيم، مرحبا بك. نرحب بالشيخ منصور عائش حسن الموجه في مدارس تحفيظ القرآن وعضو لجنة التحكيم، مرحبا بك. نرحب بالشيخ عرفات جميل الشاذلي المحكم في مجال الأصوات وعضو لجنة التحكيم، مرحبا بك. نرحب بالدكتورة نور حسين آل يعقوب المعلمة في مركز الإقراء والإجازة بالسند فرع عدن وعضو لجنة التحكيم، مرحبا بك. والآن نبقى مشاهدين مع أول متسابق لحلقة هذه الليلة وهذه المرحلة، محمد حامد باغفار من محافظة حضرموت الساحل في فئة حفظ المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بالمشاهدين والمستمعين الكرام في المجموعة الثانية من مسابقة اقرأ ورتل التابعة لوزارة الأوقاف. هذه المجموعة فيها 7 من الحفاظ الذين تأهلوا من المجموعة الأولى
وهؤلاء السبعة سيتنافسون على أربعة مراكز. ونرحب بالمتسابق محمد حامد باغفار المشارك في فئة المصحف. أسمعنا يا محمد من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. حسبك. السؤال الثاني: أسمعنا من قول الله تبارك وتعالى: فآت ذا القربى حق وهو المسكين وابن السبيل. الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم
من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل سيروا في الأرض فانظروا تعيد الآية ايه تفضل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون حسبك ما شاء الله فتح الله عليك مشاهدينا ومستمعينا الكرام نبقى الآن مع المتسابق الثاني لهذه الليلة مع المتسابق عمار ياسر عبد الله من محافظة عدن في فئة صغار الحفاظ نرحب بالمتسابق عمار ياسر عبد الله المشارك في فئة صغار الحفاظ والذين عددهم 6 حفاظ يتنافسون على 5 مراكز وهذا هو الطالب الثاني من هؤلاء 6 أسمعنا يا عمار من قول الله تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء
بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير والله عليم بالمتقين. حسبك ما شاء الله، صوتك جميل وتلاوتك ممتازة. السؤال الثاني، أسمعنا من أول سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. انتبه، سورة يوسف عليه السلام. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
حسبك ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول الله في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بين الله عز وجل أن المؤمنون إخوة، إخوة تجمعهم الإيمان بالله، يجمعهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى: لك أيها المؤمن أن المؤمن هو أخوك، أخوك في الإسلام، لابد أن يكون بينكم تصالح وتصاف وود ومحبة، فإذا تمثلت أو تمثل في قلبك هذه الأخوة التي بينها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، فهو كما أخبر الله: لعلكم ترحمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكدها على هذه المعالم، وأكد على هذه الأصول والثوابت، فقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم هو أخ للمسلم، لا يجوز أن يقع لك من أخيك ظلم، لا يجوز لك أن تتحاسد مع أخيك أو أن تتباغض أو أن يكون بينكما تنافر، بل إن الله سبحانه وتعالى بين أن من صفات أهل الجنة أن يكونون بلا غل وبلا حسد. لذلك قال الله في محكم التنزيل عن أهل الجنة أنهم يدخلون إخوانا على سرور متقابلين. قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. فاللهم طهر قلوبنا من الأدران، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا العدنان وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين ومستمعين، نبقى الآن مع المتسابق الثالث والأخير في هذه الليلة، أبو بكر يحيى بايع شوت من محافظة حضرموت الوادي في فئة رفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة. ما شاء الله صوته كالعادة جميل، بس نفس الأداء الأول الآن عدته انتهى. اللحن ده نفس الأداء الأول اللي دخلت فيه في الحلقة السابقة. الصوت واللحن؟ الصوت بشكل عام يعني مقارب للأداء في المسابقة الأولى. كأنك يعني تحاكي الشيخ مشاري العفاسي صح؟ في محاكاة. أيوه. طيب أنت ما عندك صوت غير هذه الأصوات؟ في أصوات. مثلا الحرم؟ المدني المكي الحرم انا ما احب اقلد. هو على العموم أبتكر صوتك جميل، لكن حنشي اكثر كان تنافس بعده مقامات وانواع من الاذان. على العموم الصوت ممتاز. المشاهدون والمستمعون مرحبا بكم، وحان الوقت لاعلان نتيجة هذه الحلقة. تحصل المتسابق المشارك في فئة حفظ المصحف كاملا المتسابق محمد حامد باغفار في الحفظ على 38 درجة و75 من 100، وفي التلاوة تحصل على 38 درجة و7 من 100 و7 من 10، وفي الأداء على 20 درجة، فمجموع درجاته 97 درجة و45 من 100. بينما تحصل المتسابق المشارك في فئة صغار الحفاظ المتسابق عمار ياسر في الحفظ على 38 درجة و75 من 100، وفي التلاوة على 38 درجة و7 من 10، وفي الأداء على 20 درجة، فمجموع درجاته 97 درجة و45 من 100. بينما تحصل المتسابق المشارك في فئة الأذان المتسابق أبو بكر بايعشوت في المقامات على 48، وفي تجويد ألفاظ الأذان على 47 درجة، فمجموع درجاته 95 درجة، والله الموفق. بهذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة. أترككم الآن مع سؤال الجمهور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد وغذ الروح بالسبع المثان، ولسوف ترقى كي ترى الحلم الذي يسمو به الإنسان في أعلى الجنان. فوز يسوق إليه
عليك كل محبتي يا حافظ القرآن إن الوقت آن. اقرأ ورتل اقرأ ورتل حان وقت الامتحان حان وقت الامتحان.